أما سؤالك من أن البعض يقول إن لفظة الطرد لا تقع على المسلم، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأنه في حديث ابن عباس عند أبي داود لما أتى ماعز فاعترف بالزنا مرتين فطرده، وجاء في السنن أن عمر طرد النساء لما بكينا على ميت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، والسواري كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا، فهذا الرأي به نظر، فالأدلة والنصوص أتت بذلك.